كازا بالضبط في فبراير 1993 في شارع بنو ياسين، الشارع اللي فيه ابارتمون وهداك الشيء اللي كان كيوقع فيها. كون ما وصلوا الشكايات ما عمرنا ما كنا غادي نعرفوا. بمجرد ما وصلوا لي جوندار من هذا العنوان صدموا بهداك الشيء اللي شاف تعيني ووسط من هاد الدار. سمعوا مزيان، كل خطوه داروها وسط من هاد الدار كيكتشفوا كاميرا مزروعه كتوثق الصغيره والكبيره وحتى لي ميكرو اللي كتسجل الصوت بشكل واضح. والصدمه الكبيره هي العدد ديال الاشرطه اللي كانت في هاد الدار، للعدد ديالهم وصل ل 118 فيديو. في نظركم ديال اش غادي يكونوا هاد الفيديوهات؟ تفكيركم هاد المره غادي يكون في محل كاملين فيديوهات جنسيه ديال مغاربه ومغربيات، شخصيات وازنه في البلاد كتمارس الجنس، ولكن ديال من هاد الدار اللي كان كيوقع فيه هاد الشيء كامل. هاد لابارتمون كان في سميت الحاج ثابت، جيل التسعينات قليل فيكم اللي غادي يعقل على القضيه ديال الكوميسير الحاج ثابت اللي هزات الراي العام. الفضيحه اللي فين ما مشيتي تسمع الناس كيهضروا عليها في القهاوي، في المحلات، الحمامات وفي السواق، عاد زيد الجوامع اللي كيتجمعوا فيهم الناس اللي متدينه. المغاربه الموضوع اللي شاغلهم هو الموضوع ديال الكوميسير ثابت، لدرجه مازال شي وحدين كيضحكوا بها وكيقولوا رد البال من الحاج ثابت. واش ممكن تثق في واحد كيصلي وبعيد من البليه وكيحترموا كاع الناس وكيلقبوه غير بالسي الحاج؟ هاد الثقه طفات بالاخص من بعد الفضيحه ديال الكوميسير اللي لقاوه مريض بشي حاجه سميتها الجن، لدرجه ولاو الفيديوهات ديالو اللي كيتصوروا في الدار كيتباعوا في العالم. والدليل ان واحد من الكليان اللي شرى هاد الفيديوهات كان من ايطاليا، لقى اختو مصوره في هاد الفيديو اللي شرى. هي كيف ما سمعت، وبما انه عنده جنسيه ايطاليه هاد السيد رفع دعوه ضد من هاد الناس اللي صوروا ليه اختو. وشو هو واخا كانت كدير شي حاجه اللي ما مزياناش، فعلى حساب البحث اللي داروا السينو في الشعره اللي مشكور بالفيديو اللي دار على الحاج شاب، كان كل فيديو كيلصق عليه العنوان والاسم وحتى اللقب، وبلا ما ينسى يلصق عليه حتى الرقم ديال البطاقه الوطنيه لكل فرد بان في هاد الفيديو. هادشي تبين انه من غير الرغبه ديالو اللي كان كيلبيها كانت عنده اهداف وحده اخرى دخل فيها استفزاز وزيد وزيد. السيد كان داير دوكيمونتير بمعنى الكلمه، كاميرات شاده اي واحد من بزاف ديال الجهات، ميكروفونات تحت من الفراش باش حتى لي ديتاي ديال الديتاي ما تفلتهمش. المسؤول الاول على هاد الانتشار ديال هاد الاخبار وخلاها توصل حتى لمغاربه العالم، تولي موضوع اللي كيناقشوا الراي العام هو الاعلام اللي كيلقبوه بالسلطه الخامسه. وحيت بزاف ديال الشخصيات لقات فرصه ديالها باش تركب على هاد الموجه وتبان قدام الراي العام بانها صالحه، خلات هاد القضيه تصدر في الصحف انذاك، ويكون العناوين ديالها كلها كتعلق بالحاج ثابت، فضيحه الحاج ثابت، الوحش البشري المغربي، فساد كوميسير وزيد وزيد. اما الوضعيه في ديك الوقت كانت صعيبه وكل شيء ولا كيشك في كل شيء، بالاخص الوالدين اللي ولاو خايفين على ولادهم. اما الموال ديال حضي راسك وما تمشيش مع اللي كان، ما بغاش يسالي، بالاخص عند الامهات. فتخيلوا معايا النفسيه ديال المغربي اللي كان كيعتقد انه عايش في الامن والامان ملي سمع بلي السي الحاج اغتصب وخطف ومارس الجنس مع اكثر من 1500 مرة في مده ما كتعداش 3 سنين. باش يسكتوا الراي العام جا الوقت ديال المحاكمه ديال الكوميسير ثابت، اللي اي تهمه كتوجه ليه ما كيحاولش يدافع على راسه او اللي يقول على راسه بلي انا مظلوم. السيد بقى ساكت، وكاين ناس باللي قالوا راه عليه الضغط، كاينين ريوس كبار ما بقاوش يجبد السميه ديالو. ولكن الحاجه الوحيده اللي نطق بها اثناء المحاكمه هي راني مريض نفسي، والطالب الوحيد اللي طلب منهم هو يجيبوا ليه الفيديو رقم 32، ولكن حتى شي واحد ما تسوق ليه، وحتى لدابا مازال ما عارفينش اشنو كان في هذا الفيديو. واش شي حاجه اللي كانت غادي تبرأ الحاج ثابت؟ الله اعلم. وفي اسرع حكم في التاريخ ديال المغرب للاعدام، خرج الحكم في 15 مارس 1993، وفي شو تنبير من نفس العام نفذ الحكم ديال الاعدام في غابه في قنيطره. وهكا كانت النهايه ديال الحاج ثابت الكوميسير اللي صغير وكبير ولا كيعرف. نظركم واش هذا السيد يستاهل هذا الحكم ديال الاعدام او لا؟ لا، خلي لينا الراي ديالك في التعليقات، دير لايك وبارطاجي مع اصحابك، دير متابعه الصفحه، ومرحبا بك في العائله ديالنا. كان معكم محسن، هذا مكان تهلاو.